بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة اللي بنتكلم فيها، وبالتحديد البند أولا اللي هو إقامة السر الإفخارستي في غير أيام الصوم في التقليد الكاتدرائي. بس في الحقيقة في حاجة محتاجة أقولها عشان تنبهنا، لأننا مجموعة أو جروب يختص بخدمة الشماسية في الكنيسة، وهي من أهم الخدمات الكنسية. أنا بأخشى أن يتحول سر الإفخارستية في الكنيسة، وهو سر حضور الرب بيننا وفينا، يتحول إلى مادة للتدريس والحوار الفكري، وده الشيء اللي بيخوف. لأننا لو فقدنا الغاية من إقامة السر الإفخارستي اللي هي سكنة المسيح فينا، نفقد الحياة نفسها، نفقد الحياة نفسها. لأنه إن كانت لي الحياة هي المسيح، فالإفخارستية بتحقق فينا هذه الغاية. لما المسيح نفسه يقول من يأكلني يحيا بي، فإذا كنا بنحضر القداس ونتناول من الأسرار المقدسة ولا نشعر بحضرة المسيح فينا وسكناه فينا بوضوح، نفقد الحياة الحقيقية. ممكن أن نختلف في أي شيء، لكن احذروا أن تختلفوا على هيبة ومخافة الكنيسة، احذروا أن تختلفوا على جلال الرب الساكن في بيته القائم بنفسه كاهنا وذبيحا في آن واحد على المذبح المقدس. إن معيار صدق دعوة الراعي على أنها من الله وليست من الناس تكمن في قول الرب لموسى في سفر الخروج إصحاح 3: هذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. إيه هي العلامة؟ حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فعبادة الرب هي علامة صدق الدعوة. العبادة اللي بيقول عنها المزمور: اعبدوا الرب بخشية، هللوا له برعدة، لأنه ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام. آخر حاجة هقولها: الكنيسة التي لا تقوى عليها أبواب الجحيم ربما تقوى عليها العبادة التي بلا مخافة. نعود إلى تكميل الكلام عن المحاضرة بتاعتنا. هنتكلم دلوقتي عن إقامة الإفخارستية في بعض مناطق الشرق المسيحي في يومي الأربعاء والجمعة. الحقيقة كان الواجب يكون فيه باوربوينت ويكون فيه خريطة للعالم عشان نقدر الكلام اللي يتقال نوقعه على الخريطة،
عشان يبقى سهل الفهم. فأنا بعتذر إن ما لحقتش أوفر هذا الأمر، فأرجو تركزوا معايا شوية. إحنا هنتكلم دلوقتي عن إقامة السر الإفخارستي خارجا عن الصوم المقدس الكبير، وأنا مش هأعيد التذكرة بهذه الجزئية. هنتكلم عن الإفخارستية خارج الصوم الكبير. فأول نقطة، ظلت كنيسة الإسكندرية والقسطنطينية ومعظم آسيا الصغرى وشمال سوريا أي ضواحي أنطاكيا تقيم الإفخارستية السبت والحد، إلى طبعا جوار الأعياد الكنسية المعروفة آنئذ. يبقى السبت والحد تقيمها اسكندرية، القسطنطينية، معظم آسيا الصغرى، شمال سوريا أي ضواحي أنطاكيا. كنيسة أورشليم وكنيسة جزيرة قبرص كانت بتصلي يوم الحد، يوم الأحد، وأضافت إليه الأربعاء والجمعة، بقى عندها الإفخارستية بتقام الأربع والجمعة والأحد اللي هي إيه؟ أورشليم وجزيرة قبرص. كنائس منطقة اسمها جبالة، في أسقف مشهور قوي في التاريخ اسمه سفريان، سفريان أسقف جبالة. جبالة دي مدينة في شمال أذربيجان الحالية، كانت جزء من تركيا وبتقع في مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وأسيا الغربية، يحدها بحر قزوين من الشرق، روسيا من الشمال، جورجيا إلى الشمال الغربي، أرمينيا إلى الغرب، إيران في الجنوب. دي منطقة جبالة اسمها كده. فكنائس جبالة وجزء من آسيا الصغرى والسريان المشارقة اللي هم النساطرة يعني، أضافوا إلى يومي السبت والأحد الأربعاء والجمعة، بقوا بيصلوا الأربع والجمعة والسبت والحد. كنيسة أنطاكيا نفسها، مدينة أنطاكيا نفسها، أضافت يوم الجمعة فقط إلى قداسي السبت والحد، فبقت بتصلي الجمعة والسبت والحد. في كنيسة في إحدى المناطق النائية لسواحل البحر المتوسط اللي بتتكلم لغة سرياني تقيم الإفخارستية السبت والحد وأيام الصوم. إذن هلخص الكلام هقوله تاني، كنائس اسكندرية والقسطنطينية ومعظم آسيا الصغرى وشمال سوريا أو ضواحي أنطاكيا يعني، دي بتصلي سبت وحد. كنيسة أورشليم وكنيسة قبرص بتصلي الأربع والجمعة والحد. كنائس جبالة وجزء من آسيا الصغرى والسريان المشارقة بتصلي الأربع والجمعة والسبت والحد. كنيسة أنطاكيا نفسها، مدينة أنطاكيا نفسها، بتصلي الجمعة والسبت والحد.
كنيسة في إحدى المناطق النائية سواحل البحر المتوسط الناطقة باللغة السريانية بتصلي السبت والحد وأيام الصوم. لاحظوا هنا كلمة أيام الصوم، أول مرة يقابلنا إن في قداس يقام في أيام الصوم، وأول مرة كنيسة تقيم قداس في أيام الصوم هي منطقة نائية على البحر المتوسط كانت تتكلم السريانية. واضح هنا إن الأربع والجمعة بدأ يدخل الكنيسة مع حلول القرن الرابع والخامس للميلاد. بعض الكنائس بتصلي أربع وجمعة، وبعض الكنائس كانت بتصلي الجمعة بس. هنتكلم عن البند اللي بعد كده، وهو إقامة الإفخارستية اليومية في كل من الشرق والغرب مع حلول نهاية القرن الرابع الميلادي. عندنا أدلة واضحة على وجود إفخارستية يومية في الغرب المسيحي في كل من ميلان، أكويلا، إسبانيا، شمال إفريقيا. ميلان، أكويلا، إسبانيا، شمال إفريقيا. أما الشرق المسيحي فلم يكن يعرف هذه الإفخارستية اليومية، وهو ما يخبرنا به القديس أغسطينوس، إلا أننا بنجد بعض الشواهد اللي بتثبت إقامة الإفخارستية اليومية في كنيسة الإسكندرية في القرن الخامس الميلادي. فبيقول الأب روبرت تافت في مقاله السابق ذكره لنا ذكرته في المحاضرة الماضية، بيقول الدلائل على إقامة هذه الإفخارستية اليومية في الشرق هي أكثر تفاوتا وليس من الواضح دائما إلى أي نوع من الليتورجية تشير. باين من الكلام أن الليتورجية اليومية كانت سائدة في الغرب، أما في الشرق وبحسب شهادة علماء الغرب أنفسهم إن ما كانش الإفخارستية اليومية معروفة قوي في الشرق، مش واضحة المعالم قوي. عندما ينتقل الأب روبرت تافت للحديث عن كنيسة اسكندرية بيشير إلى تفسير القديس كيرلس الكبير للإصحاح الثاني من إنجيل القديس لوقا بخصوص بشارة الملاك للرعاة بميلاد المسيح ثم ذهاب الرعاة إلى بيت لحم. النص ده بيقول فيه القديس كيرلس إيه؟ حيث أن بيت لحم تفسيرها بيت الخبز، فإلى أين كان الرعاة عتيدين أن يسرعوا إلا إلى البيت الروحي الذي للخبز السماوي، أعني الكنيسة التي فيها يقدم بطريقة سرية كل يوم الخبز النازل من السماء والواهب الحياة للعالم. هنا بقى كلمة يقدم بطريقة سرية كل يوم، ده أحد الشواهد اللي بتبين إن في كنيسة اسكندرية في زمن البابا كيرلس الكبير كان في قداس يومي. البابا كيرلس الكبير عاش في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، وما يثبت امتداد
هذا التقليد ليغطي النصف الثاني من نفس هذا القرن هو اللي بنقراه في القانون رقم 14 من قوانين البابا أثناسيوس الثاني اللي بيقول أسقف يبطل القداس في كل يوم بغير مرض يموت بحزن قلب. دول الشاهدين اللي بيشاوروا على وجود إفخارستية يومية في مصر في القرن الخامس الميلادي. هنتقل إلى عنوان فرعي جديد هو إقامة الإفخارستية خلال القرون من السابع إلى التاسع للميلاد، واحنا كنا لسه ولحد هذه اللحظة بنتكلم عن أولا، عن البند أولا اللي هو إقامة السر الإفخارستي في التقليد الكاتدرائي خارجا عن أيام الصوم. خلال القرون من السابع للتاسع للميلاد ظل حفظ يوم السبت كيوم للراحة ممتدا في بعض الجهات، فيكتب البابا غريغوريوس الكبير بيقول بلغني أن بعض الرجال ذوي الروح الفاسدة قد زرعوا بينكم أمورا سيئة ومضادة للإيمان المقدس، بحيث أنهم حرموا عمل أي شيء يوم السبت، فلا أسميهم إلا واعظي المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال عندما يأتي سيفرض الامتناع عن كل عمل يوم السبت ويوم الرب. إذن نحن نقبل روحيا ما كتب في السبت ونحفظه روحيا، فالسبت يدعى الراحة، أما سبتنا الحقيقي فهو مخلصنا الرب يسوع المسيح. هنا البابا غريغوريوس الكبير بيعنف اللي بيكرمه يوم السبت. أما في كنيسة مصر فإن كان قد أمكننا تتبع إقامة الإفخارستية فيها في يوم السبت حتى نهاية القرن الخامس الميلادي وربما أوائل السادس أيضا، إلا أن إبهاما وغموضا شديدين يكتنفان مواصلة البحث في هذا الموضوع في القرون التالية، ولا سيما في الفترة ما بين القرن السابع وحتى القرن التاسع للميلاد، هي الفترة التي أعقبت دخول العرب إلى مصر. اسمعوا الفقرة اللي جاية ديت لأنها أخذت أكثر من سنتين بحث. المفاجأة الكبرى التي نفاجأ بها هي أننا لا نجد ولو إشارة واحدة لإقامة السر الإفخارستي في يوم السبت في الكتابات القبطية التي تغطي القرون من السادس حتى التاسع للميلاد. هقولها تاني عشان ممكن للي بيدرس تساعده شوية. المفاجأة الكبرى التي نفاجأ بها هي أننا لا نجد ولو إشارة واحدة لإقامة السر الإفخارستي في يوم السبت في الكتابات القبطية التي تغطي القرون من السادس حتى التاسع للميلاد. وبفحص عدد كبير من القطمروسات القبطية والعربية المخطوطة والمحفوظة في مكتبات ومتاحف العالم
ولا سيما تلك التي تسمى قطمارس السبوت والأحاد، والتي تحوي قراءات للسبوت والأحاد جنبا إلى جنب، يتضح أن هذه القطمارسات اللي بتحوي قراءات السبت سابقة مباشرة على قراءة الأحد الذي يليه هي قطمارسات مخطوطة بالقبطية البحرية واللغة العربية، أقدمها لا يعود لما قبل سنة 1000 ميلادية. في القرن التاسع الميلادي تقرر قوانين المجامع الكنسية البيزنطية أن الكاهن يجب أن يقدس مرة واحدة في اليوم وليس أكثر، ودي علامة بتؤكد على وجود ممارسة خاطئة بهذا الخصوص، فاضطرت القوانين تعدل هذا الخطأ. ويشير توماس ماثيوس إلى وجود عدة كنائس صغيرة إفخارستية في الكنائس البيزنطية في العصور الوسطى والمتأخرة، ربما للمواءمة بين تعدد مرات إقامة الإفخارستية وفي ذات الوقت منع إقامة أكثر من قداس واحد في اليوم على المذبح الواحد. أنا أنتقل إلى عنوان فرعي جديد، هو إقامة الإفخارستية في حدود القرن العاشر الميلادي فصاعدا. لو جينا للقرن العاشر الميلادي بيظهر لنا من جديد عادة إقامة القداسات يوم السبت طيلة أيام السنة، لا سيما في الصوم المقدس الكبير في كنيسة الإسكندرية. فالأنبا ساويروس ابن المقفع بيقول السبت شبه يوم الأحد في البركة والتقديس، الواجب على الإنسان أن يجتهد في تناول القربان فيه كل الأزمان مثل يوم الأحد، ولا سيما في الصوم الكبير الذي صامه ربنا عنا، وذلك أن الله باركه وقدسه قبل يوم الأحد. فيوم السبت يوم بركة وتقديس مع الزمان، فيلزم جميع المؤمنين الرجال والنساء أن يجتهدوا على تناول القربان فيه وأن يحفظوا نفوسهم فيه مثل يوم الأحد. ده فيما يختص بكنيسة مصر. أما في الكنيسة البيزنطية وفي حدود القرن العاشر الميلادي، فقد أعطانا كتاب التيبيكون صورة كاملة عن الليتورجية الكاتدرائية للكنيسة العظمى في القسطنطينية اللي هي كنيسة أجية صوفية. فالإفخارستية يحتفل بها أيام السبوت والآحاد على مدار السنة، ويوميا من عيد القيامة إلى أحد العنصرة، وفي الأعياد السيدية وبعض تذكارات العذراء والقديسين. فيه راهب اسمه جيورجيوس سيدرينوس، ده راهب بيزنطي كتب تاريخ موجز، كتب تاريخ موجز منذ بدء الخليقة حتى جلوس الإمبراطور إسحاق الأول على العرش سنة 1057 ميلادية.
فبحسب التاريخ الموجز للراهب جيورجيوس سيدرينوس، عين الإمبراطور قسطنطين التاسع، الرجل ده عاش في النصف الأول من القرن الحداشر، عين في سنة 1044 ميلادية ميزانية لإقامة الإفخارستية في كاتدرائية أجية صوفية يوميا، وليس فقط في أيام السبت والأحد كما كانت العادة. أي ملخص الكلام اللي فات كله، الإفخارستية اليومية عرفت في معظم كنائس الشرق بدءا من كنيسة أجية صوفية بالقسطنطينية في بداية الألفية الثانية للميلاد. ولكن احنا ذكرنا من قريب أن الكنيسة القبطية كانت تقيم الإفخارستية اليومية في القرن الخامس الميلادي. فالسؤال المطروح للبحث، وده أنا أحب الجروب بتاع خدمة الشماسية يشتغل فيه، لأن لازم تكون لكم أبحاث أيضا لترجية طبعا. السؤال المطروح للبحث هو: هل عرفت كنيسة الإسكندرية هذه الممارسة اللي هي يعني إقامة الإفخارستية اليومية في القرن الخامس الميلادي فقط كحالة استثنائية، أم امتدت فيها هذه العادة بانتظام حتى نهاية الألفية الأولى للميلاد؟ ليه أنا بقول السؤال ده للبحث؟ لأن عندنا حاجة اسمها قوانين هيبوليتوس، ودي قوانين مصرية وضعت في أوائل القرن السادس الميلادي، لا ذكر فيها لإقامة الإفخارستية كل يوم. نقرأ في القانون 21 النص الآتي: يجتمع القصوص كل يوم في الكنيسة، وأيضا الشمامسة والإبودياكونون والأغنستسون وكل الشعب عندما يصيح الديك، ويصنعون الصلاة والمزامير وقراءة الكتب والصلوات كوصية الرسول القائل: التفت إلى القراءة إلى أن أحضر. والذي يتأخر من الإكليروس من غير مرض ولا سفر فليفرق. من غير مرض ولا سفر. لما عملت تحقيق لهذه القوانين، لأنها في غاية الأهمية، هي أول قوانين مصرية تعرفها الكنيسة القبطية، وهي أول قوانين محلية لأي كنيسة في العالم، يعني أول كنيسة عملت لنفسها قوانين هي الكنيسة القبطية، وأول قوانين مصرية خالصة كانت قوانين هيبوليتوس. فلما عملت دراسة كاملة لهذه القوانين بالرجوع إلى المخطوطات، لقيت العبارة بتاعت: والذي يتأخر من الإكليروس من غير مرض ولا سفر فليفرق. تعبير ولا سفر ورد في بعض المخطوطات، بعضها الآخر جه في ولا يتغرب، يعني الذي يتأخر من الإكليروس من غير مرض ولا يتغرب فليفرق. يتغرب يعني يبقى في غربة، يعني يكون في غربة مسافر يعني. لكن بعض النساخ غلطهم وكتب بدل كلمة يتغرب يتقرب، لأن ما فيش فرق كبير
بين الكلمتين يتغرب يتقرب، هي كل الحكاية نقطة، والحروف الغين والقاف مش باينة قوي في المخطوطات. فبعض المخطوطات قالت الذي يتأخر من الإكليروس من غير مرض ولا يتقرب فليفرق. يتقرب يعني إيه؟ يعني يتناول. والحقيقة تعبير لا يتقرب دي تعبير بعيد كل البعد عن سياق نص القانون المذكور. ما ينفعش النص يبقى أخره الإكليروس اللي مش هيتقرب. الكلام بيتكلم هنا عن اجتماع في الكنيسة من أجل القراءات وليس إقامة الإفخارستية. يؤكد ذلك نص القانون رقم 27 من نفس هذه القوانين، بيقول كل يوم لا يصلون في الكنيسة فلتأخذ كتابا وتقرأ إلى آخره. فواضح من القانون كل يوم لا يصلون في الكنيسة، يعني في أيام مش بيكون فيها صلاة في الكنيسة. فما ينفعش يتقال إن القانون 21 بيتكلم عن التناول كل يوم. كما أن القوانين الكنسية المصرية المدونة في القرن السادس الميلادي والمنسوبة للقديس باسيليوس الكبير لا ذكر فيها لشيء من ذلك. عشان كده أنا بقول لكم أن السؤال المطروح للبحث، هل الإفخارستية اليومية اللي عرفت في الإسكندرية في القرن الخامس الميلادي كانت حالة استثنائية أم امتدت فيها لتغطي الألف الأولى للميلاد؟ هكتفي بهذا القدر عشان نبقى غطينا البند أولا، وفي مرة أخرى إن كان لنا عمر إن شاء الرب وعشنا هنبقى نتكلم عن البند ثانيا، وهو إقامة السر الإفخارستي في فطرة الصوم المقدس الكبير بحسب التقليد الكاتدرائي، أي في كنائس المدن. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أنا الإخوة القائمين على التسجيل جابوا لي بعض الأسئلة، أنا أختار منها سؤال أو اتنين بالكتير وأكتفي عشان يبقى الاستفادة كاملة بدون تشويش. أنا جالي سؤال بيقول هل يختلف دير أبو مقار في التقاليد والطقوس الكنسية عن باقي الأديرة؟ أنا من ساعة ما دخلت الدير خدمت كنائسي للدير، وبعد كده أقمت كنائسي بصفة رسمية لمدة طويلة امتدت قرابة 25 سنة. كنت بأراعي تماما حاجتين وأنا كنائسي الدير. الحاجة الأولى أن جميع الألحان التي نقولها في الدير في كافة المناسبات تكون طبقا لمعهد الدراسات القبطية بعيدا عن المعلم فلان والمعلم علان، باعتبار أن معهد الدراسات القبطية هو الجهة الرسمية للكنيسة القبطية فيما يختص بالألحان. تاني حاجة أن ما يختص بطقوس القداس الإلهي التزمنا التزاما كاملا بكتاب الخلاجي المقدس الذي طبع سنة 1902
واللي راجعه القمص عبد المسيح صليب البرموسي. فكان هدفنا في الدير أن نصلي طبقا لما تقول به الكنيسة. أما ما عرف في القرون الوسطى باسم طقس دير أنبا مقار، فده كان أمر يختص بالقرون الوسطى فقط. هذه القرون الوسطى أو ما قبلها كانت كل جهة لها طقسها الخاص بها، فكان في طقس أنبا مقار، كان في طقس الصعيد، في طقس القاهرة، كان في طقس مصر القديمة، كان في طقس اسكندرية، كان في طقس دير مرجرج السدمنت إلى آخره. كل مكان كان له طقسه الخاص به، واختلاف الممارسات الطقسية مش عيب في الكنيسة، ده يثري الكنيسة، لأن كل جهة أو كل مكان يحتفظ بطقوسه الخاصة به تحت شرط أساسي، هو أن الأصل أو الجوهر في إقامة السر الإفخارستي لا يتبدل لا يتغير. وأيضا أن ما يمارس من طقوس لا يختلف إطلاقا عما نؤمن به في الكنيسة القبطية، يعني لا يتعارض مع إيمانها ولا يخالف الأصول الأساسية للسر الإفخارستي. لكن كان ممكن كل جهة من الجهات لها القديسين الخاصين بيها، فليها السنكسار الخاص بيها، لها كتاب القطوماروسات أو القراءات الكنسية الخاصة بيها، وهكذا. ده كان يختص بالعصور الوسطى، ولكن حاليا في الوقت اللي احنا عايشين فيه ما عادش فيه حاجة اسمها كده. ودير أنبا مقار لم يكن يختلف عن ما تمارسه الكنيسة القبطية من أقصائها إلى أقصائها، بدليل أن الدير بعد ما اتفتح على الكنيسة ما حدش لقى اختلافات بين ما نمارسه وبين ما يمارس خارج الدير. في سؤال تاني بيقول: متى يحل الروح القدس على القرابين المقدسة ويحولها إلى جسد ودم ربنا يسوع المسيح؟ السؤال ده لما أنا هجاوب عليه دلوقتي إجابة مختصرة هتربك الناس، لكن ده لوحده موضوع استغرق مني 8 محاضرات قلتهم في الإسكندرية، كل محاضرة حوالي ساعتين أو ساعتين إلا شوية، لأن ده يختص بالتقليد الإفخارستي القبطي. فأنا هجاوب إجابة مختصرة ربما ما يفهمهاش السامعين، لأنها تحتاج زي ما قلت إلى محاضرات طويلة، أو ممكن قراءتها من على الموقع أو سماعها أيضا من على الموقع، يا إما قراءة PDF أو سماع. التقليد الإفخارستي القبطي يقول بتحول الأسرار المقدسة الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه في طقس تقديم الحمل عند لحظة استدعاء أقنوم الإبن على القرابين المقدسة: باركهما، قدسهما، وانقلهما. لكي ما يصير هذا الخبز جسدك المقدس والمزيج الذي في هذه الكأس دمك الكريم. بعد هذا التحول لا يعني أن القداس انتهى، أو أن ما يأتي بعده من صلوات تحصيل حاصل، لا يعني هذا، لأن بحسب القداس المرقسي فيه 4 استدعاءات بحسب التقليد القبطي أو القداس القبطي.
الاستدعاء الأول لأقنوم الابن زي ما قلنا دلوقتي في طقس تقديم الحمل، والتلات استدعاءات الأخرى هي من أجل إظهار أو استعلان القرابين. مش هقدر أشرح بالتفصيل لأن ده موضوع طويل جدا. النقطة اللي أنا عاوز أأكدها، أن الكنيسة القبطية حاليا بتمارس تلات قداسات: البسيلي والغريغوري والكيريلوسي. القداس البسيلي والغريغوري تقليد سيرياني، القداس المرقسي تقليد قبطي، إنما البند أو النقطة الأساسية وفي غاية الأهمية اللي أتمنى أن كل الإكليروس القبطي يعرفها، هي أنه إن كان القداس الباسيلي أو الغريغوري هو ذو تقليد سرياني، إلا أنه من جهة الاستدعاء يخضع للتقليد القبطي، إلا أنه من جهة التقليد، إلا أنه من جهة الاستدعاء، بند عنصر الاستدعاء هو استدعاء الابن في تقديم الحمل أو استدعاء الروح القدس في باقي الصلوات، القداسين الباسيلي والغريغوري بيخضعوا للتقليد القبطي. يعني إيه؟ يعني إذا كنا بنقول استدعاء الابن في تقديم الحمل ليحول القرابين، فلا يمكن أن تجد أي نص في القداس بعد كده يكرر استدعاء للتحول، لأن التحول بيتم مرة واحدة فقط. أنا مش عارف أنا أقدر أوضح ولا لا. التحول بيتم مرة واحدة فقط، كل استدعاءات بعد كده اللي هم أربع استدعاءات، الاستدعاءات اللي بعد كده في المرقصي ليس من أجل التحول لكن من أجل استعلان أو إظهار القرابين. هذا الكلام ينطبق تماما على القداس الباسيلي والقداس الغرغوري، بس دولت فيهم استدعاءين بس مش أربعة، واحد في تقديم الحمل والتاني عند حلول الروح القدس في قرب نهاية القداس. إنما النص اليوناني للقداس الباسيلي والغرغوري لا ذكر فيه لكلمة تحول للقرابين. أي ذكر في الآخر، أي ذكر لمعنى لتعبير تحول يبقى ترجمة خاطئة دخلت إلى الخلاجي المقدس، لأن التحول تم في طقس استدعاء الحمل. كل القداس على بعضه بيحمل نفس الأهمية، كل الصلوات بتحمل ذات الأهمية، مفيش وقت محدد أو منطوق محدد هو اللي بيحدد هنا الأهمية وهنا أقل أهمية، كلها كل الصلوات ذات أهمية. أنا أكتفي بالقدر ده لأني أطلت عليكم، وأتمنى تكون الأسئلة الباقية اللي جات لي جاوبت عليها في أثناء المحاضرة. تمنياتي ليكم بالتوفيق، وتخلوا بالكم إن الكنيسة مكان عبادة، المسيح هو صاحب البيت، كل واحد فينا بيخدم وهو مستتر وراء المسيح عشان ما يظهرش في الكنيسة غير المسيح، عشان يظل البيت بيته، لأن أي حد هيحل أو هيجتهد إنه يحل محل المسيح في بيته، المسيح لا يزاحم، بيسيب المكان، وبدل ما يكون بيتي بيت صلاة
يقول بيتكم، فنخش الكنيسة ونخرج من غير ما نكون استفدنا، لأن المسيح إذا كان حاضر في بيته وإحنا مدينه الكرامة اللائقة بيه، كل واحد فينا بيمارس عبادته وصلاته بهذا الوقار وهذا الجلال اللائق بالمسيح على مذبحه، هيطلع من الكنيسة شاعر جواه تماما إنه أخذ المسيح جواه فعلا، من يأكلني يحيا بي. وإن كانت الحياة الحقيقية هي في معرفة المسيح، فأي حياة بدونه ليست حياة حقيقية. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.